بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيني بحاول أعلي صوتي رقم واحد، لأنه أعلى من هيك يعني يمكن مش عارف شو يصير فيي بعد المحاضرة. اليوم المحاضرة إن شاء الله التالية من محاضرات دكتور عماد فرج اللي أخذتوها بعد الميد، اللي هي اسمها إيش؟ نور أدرينيرجيك ترانزميشن. تمام، المحاضرة هاي سهلة وقصيرة إن شاء الله، شرحها حلو راح يكون. المحاضرة أصلا لطيفة وجميلة، راح تفهم فيها بعض النقاط الكلينيكال اللي بتهمك كدكتور مش كبيسك. تمام، المحاضرة تقريبا 13 سلايد، ضفت لها شوية صور. راح نبلش ان شاء الله نشرح فيها، واللي ما حضر المحاضرة الاولى يعني ما في مشكلة، لكن في بعض النقاط اللي راح اشرحها راح يعتمد يعني شرحي فيها على اللي سمعته في المحاضرة الأولى، خاصة آخر جزء اللي هو جزء الجي بروتين كابلد ريسبتورز، وحكينا كيف الميكانيزم تاعت شغله. تمام، خلينا نبلش. صوتي إن شاء الله إنه يكون عالي، أنا صراحة بعتذر إذا تأخرت في المحاضرة، لكن السبب اللي خلاني أتأخر إنه اللابتوب تاعي وأنا بسجل في المحاضرة الأولى ضل التسجيل يفصل، وبالتالي في حال انه انا بسجل هاي المحاضرة اذا فصل التسجيل راح انزل الجزء اللي وصلت له واكمل التسجيل بعدين على لابتوب تاني. حاولت صراحة ادور على لابتوب لكن في الوقت الحالي مش متوفر عندي. تمام، ان شاء الله الصوت يكون واضح، لانه يبدو انه مشكلة الصوت اصلا من لابتوبي يبدو انه بلقطش الصوت بشكل كويس. تمام، خلينا نبلش. نور ادرينيرجيك ترانزميشن، قبل ما نحكي عن نور ادرينيرجيك ترانزميشن، هذا السلايد انا ضفته، حكينا في محاضره الدكتور عماد فرج الاولى انه انا في عندي شيء اسمه ايش؟ في عندي شيء اسمه سي ان اس وشيء عندي اسمه بي ان اس. تمام؟ صراحه لقيت في صوره نازله في جروبكم في تقسيم كثير حلو عجبتني وبتوصل المعلومه بشكل كويس. تمام؟ اللي هي ايش؟ حكينا انه السي ان اس هو البرين سباينال بلس سباينال كورد، البي ان اس هو ما عدا ذلك، اي شيء غير البرين والسباينال كورد هو البي ان اس يعتبر. تمام، وشرحنا في المحاضره الاولى تفاصيل هاي الاجزاء. تمام، هلا البريفرال نيرفس سيستم راح يقسم الى ايش؟ ممكن نعمل تقسيمه حلوه بحيث ترتب افكارك انت بالنسبه للبريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم عبارة عن سنسوري وموتور، يعني يا اما سنسوري انبوت بده يروح للسنترال نيرفس سيستم، او موتور اوتبوت طالع من ايش؟ طالع من البريفرال نيرفس سيستم. السنسوري بنقسم الى جزئين، طلع هي احنا قسمناهم بريفرال نيرفس سيستم يقسم الى سنسوري وموتور. السنسوري راح ينقسم الى ايش؟ راح ينقسم الى فيسيرال وسوماتيك، وهذا اللي حكيته في المحاضره الاولى، انه انا حكيت السوماتيك نيرفس سيستم هو ليس فقط موتور، مع انه كامل التركيز بيكون على الموتور. تمام، لكن هو ايضا السوماتيك نيرفس سيستم هو سنسوري بلس موتور. فايش في عندي؟ حكينا السنسوري يقسم الى فيسيرال، يعني في سنسيشنز تصعد من الفيسرا. ما هي الفيسرا؟ هي الاعضاء الحشويه في العربي، يعني الاعضاء الموجوده جوا التشيست زي اللنج زي الهارت، الاعضاء الموجوده جوا الابدومين زي الجي اي تي، الاعضاء الموجوده جوا البلفيس زي اليوتراس وهكذا. تمام، هي ايش؟ فهاي الاعضاء بترسل سنسيشن عن طريق الفيسيرال ايش؟ الفيسيرال سنسوري انبوت، يعني في سنسوري انبوت من الفيسيرا ايضا بصعد من عبر البريفرال نيرفس سيستم بروح للسنترال نيرفس سيستم. والجزء الثاني اللي هو السوماتيك، السوماتيك اللي هو هذا بحدث ايش؟ اللي انت اللي بتحس فيه، يعني لما اجي انا على ايدك وامسك ايدك اعمل تاتش على ايدك راح تحس انه ايش؟ راح تحس انه انا جيت عملت تاتش على ايدك، هذا راح ينتقل من خلال السوماتيك. سوماتيك معناها جسدي اصلا، معناها جسدي، معناته ايش؟ هذا معناها حشوي، معناته في سنسوري انبوت من الفيسيرا وفي سوماتيك انبوت من مثلا من السكين وهكذا. تمام، هلا البريفرال نيرفس سيستم الجزء الثاني منه اللي هو الموتور. الموتور اللي حكيناه في المحاضرة الأولى اللي هو بنقسم إلى قسمين، يا إما سوماتيك اللي هو الفولنتري، يعني أنت حاليا لما تيجي تحرك إيدك بدك تعطيها أنت حركة إرادية، هاي تعتبر تعطيها أنت أمر، السنترال نيرف سيستم بنزل أمر لكن بإرادتك، بينما في موتور ايضا اوتبوت طالع من السنترال نيرفس سيستم ورايح لوين؟ رايح للفيسيرا عن طريق السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. تمام، زي مثلا انت حكينا في المحاضره الاولى المثال اللي هو مثلا، والله انت قاعد في المحاضره حاليا ويجي الدكتور يقول لك وقف يا احمد جاوب لي هالسؤال هذا، ايش راح يصير؟ الهارت ريت مباشره عندك راح يطلع، معناته ايش؟ انت الهارت ريت هاد انفولنتري، معناته البريفرال نيرفس سيستم وبعت
موتور اوتبوت للفيسرا عن طريق السمباثاتيك رفع الهارت ريت. تمام، حكينا في المحاضره الاولى برضه، في المحاضره الاولى برضه مثال انه مثلا حكينا الانتستين، الانتستين حكينا لما انت تاكل البول مثلا فود يعمل لك بولس، والله ايه هاي الفود الفود متجمع هون، حكينا انه راح يصير ميكانيكال ديستنشن على جزء معين من الانتستين اللي البولس تاعت الفود موجوده فيه، وايضا راح يصير ميكانيكال اريتيشن على الميوكوزا اللي هون، تمام، على طبقه الميوكوزا اللي موجود ان كونتاكت، موجود يعني على احتكاك مع ايش، مع البولس اوف فود. هذا راح يطلع من خلال فيسيرال، هاي من خلال فيسيرال سنسوري، راح يطلع من خلال فيسيرال سنسوري. شو راح يعمل؟ راح يعمل حكينا انه كونكشن مع تو انتر نيورونز، انتر نيورون بعد البولس وانتر نيورون قبل البولس. الانتر نيورون اللي قبل البولس ايش راح يعمل؟ راح يعمل اكتيفيشن، اكتيفيشن ل ايش؟ لكولينرجيك نيورون. مين المسؤول عن الريست والدايجست والبريستالسيس وهي الشغلات كلها حكينا؟ الباراسمباثيتك. فراح يعمل اكتيفيشن لكولينرجيك نيورون بحيث يعمل كونتراكشن ما قبل البولس بحيث يدفعها. و الانتر نيورون هذا ايضا راح يعمل كونكشن او سينابس مع اذر كولينرجيك انتر نيورون، راح يعمل له انهيبيشن بحيث هذا الكولينرجيك انتر نيورون المسؤول عن الكونتراكشن يعمل له انهيبيشن. فشو راح يحدث؟ ريلاكسيشن، ريلاكسيشن راح يحدث، وبالتالي قبل البولس بعمل كونتراكشن، بعد البولس بعمل ريلاكسيشن، فتمشي البولس اوف ذا فود، هاي البولس تاعت الفود راح تمشي وتستمر للامام. تمام، فالفكره اللي من هون انت فهمت كيف البريستالسيس، وفهمت انه في عندي فيسرال سنسوري صعد والموتور اجا عن طريق ايش؟ للفيسرا عن طريق السمباثيك. فصعد فيسرال سنسوري واجا ايش؟ اجا موتور سمباثيك. طيب فهمنا هون، خلينا نحكي ايش حاليا عن النور ادرينرجيك ترانزميشن. طيب هلا احنا حكينا انه بده يطلع من السنترال نيرفس سيستم، مثلا احنا المحاضره هاي كلها سمباثيك، خلينا نركن الباراسمباثيك نركن شوي على جنب في مخنا. حكينا انه احنا في المحاضره الاولى كيف بيطلع السمباثيك وكيف طريقه، بيطلع عن طريق الوايت ريموس وبرجع للجراي ريموس وبيعمل كونكشن وبلا بلا، هاي الحكي كله حكينا تمام. لكن هلا احنا حكينا في عندنا بري جانجليونيك فايبر راح يعمل كونكشن مع بوست جانجليونيك فايبر عن طريق ايش؟ عن طريق ريسبتور. شو نوع الريسبتور؟ نيكوتينيك نيورينيك، نيورينيك تمام. معناته شو النيورو ترانسميتر حكينا راح يشتغل عليه؟ اسيتايل كولين، نعم صحيح اسيتايل كولين تمام. فحاليا بعد الجانجليا هاي راح يطلع بوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبر، بده يعمل كونكشن. يعني مثلا خلينا نتخيل هاي اجى البري جانجليونيك، هون كان الجانجليا، عمل كونكشن مع البوست جانجليونيك، عمل كونكشن هاي نيرف تيرمينالز، وهون كان في ريسبتورز، عمل كونكشن، بعت اسيتايل كولين نقل الامبلس للبوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك لوين بده يروح؟ للتيشو، هاي التيشو هذا عشان ايش؟ عشان يعطي افكت الافكتور تيشو او الافكتور اورجن اللي بده يعطي الافكت تمام. فراح يروح هون يعمل سينابس مع هذا التيشو. هذا ما هذا هو يعني ما يسمى بنور ادرينرجيك ترانزميشن، يعني كيف تنتقل الامبلس خلال ايش؟ خلال السمباثيتك سيستم تمام، خلال السمباثيتك سيستم باستخدام النيورو ترانسميتر نور ادرينالين. وحكينا انه المين نيورو ترانسميتر في السمباثيتك نور ادرينالين. اذا كنت بحكي عن سينابس ما بين بوست جانجليونيك فايبر والتيشو تمام، يسمى ايضا الترانسميتر. اذا حكينا هون شو راح يكون؟ في ريسبتور نور ادرينالين، او الاسم العلمي الاكثر له هو نور ابنفرين، نور ابنفرين، والاسم الشوارع اكثر هو ادرينالين. خلينا نروح على الصوره، ثواني خلينا نروح على الصوره، لكن قبل ما نروح على الصوره او خلينا ننطلق على الصوره مباشره، خلينا نعرف ال يعني النور ادرينالين كيف بتصنع تمام. هل انا هي عندي سيل بادي، حكينا عندي السيل بادي، هذا السيل بادي شو ماله؟ راح يبعت اكسون تمام، راح يبعت اكسون، هاي الاكسون. وبدي اياك تفهموا انه هاي البروسيس كلها تحدث هون عند الاكسون تيرمينال. وين تحدث هاي البروسيس كلها؟ تحدث عند الاكسون ايش؟ تحدث عند الاكسون، تحدث عند الاكسون تيرمينال تمام.
شو اللي بيصير عند الاكسون تيرمينال؟ راح اصنع النوربينفرين. يعني انا هذا البوست جانجليونيك سمباثيتك فايبر وهي التشو عندي هنا الريسبتور، ايش اللي راح يصير؟ بدي اصنع هنا النوربينفرين. كيف راح اصنع النوربينفرين؟ بصنعه من خلال مركب اسمه تايروسين، تمام؟ هو صراحه في تو بريكيرسر. بريكيرسر هو شو معنى بريكيرسر؟ هو المركب الاولي الذي يصنع منه الاند برودكت تاعك، تمام؟ التايروسين هو الفيرست بريكيرسر، والسكند بريكيرسر صراحه اللي هو فينايل الانين، تمام؟ لكن خلينا نحكي هون مش خاطط الفينايل الانين، خلينا نحكي عن التايروسين، تمام؟ التايروسين منه بتصنع الابنفرين، تمام؟ منه بتصنع الابنفرين والنور ابنفرين والدوبامين، تمام؟ هذول الثلاثه شو بنسميهم؟ لهم اسم موحد اسمهم كاتيكولامينز، تمام؟ كاتيكولامينز اللي هم الدوبامين والنور ابنفرين وابنفرين. هلا نحن بنحكي عن ايش؟ عن نور ادرينرجيك ترانزميشن، معناته انا راح يهمني اني خلال التصنيع اوصل لمرحله ايش؟ النور ابنفرين، لانه هو النيورو ترانزميتر اللي راح استخدم راح يستخدمه البوست جانجليونيك سمباثيتك فايبر مشان يبعث هذا النيورو ترانزميتر اللي هو النور ادرينالين الى الريسبتور الموجود على التشو مشان يشتغل ويعطيني افكت، تمام؟ من ايش راح نبلش؟ راح يكون عندي التايروسين موجود هون، تمام؟ هاي التايروسين. التايروسين هي مركب تايروسين بتايروسين هيدروكسيليز، تمام؟ راح يتحول الى ايش؟ الى دوبا. شو يعني؟ اي انت ما يعني ما تحفظ اسم الانزيم افهموا فيهم، اسمه تايروسين هيدروكسيليز. ليش؟ لانه تايروسين حيشتغل على التايروسين، وهيدروكسيليز راح يضيف هيدروكسيل جروب، تمام؟ هاي طلع شو الفرق بين المركب هذا والمركب هذا؟ انه ضاف هيدروكسيل جروب هون، فسموه تايروسين هيدروكسيليز، نتج مركب ثاني اسمه دوبا، راح يجي يشتغل على الدوبا انزيم اسمه او انزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز، بدون ما تحفظ اسمه، اسمه دوبا ديكربوكسيليز لانه راح يشتغل على الدوبا وراح يشيل الكربوكسيل جروب الموجودة على الدوبا، هاي شال الكربوكسيل الجروب هاي فسموه دوبا دي، دي يعني ريموف لا كاربوكسيل جروب، يعني تحلل اسم الانزيم اسمه دوبا لانه حيشتغل على الدوبا، دي بده يشيل دي دي اي هاي راح يشيل كاربوكسيل جروب، واز هاي المقطع اللي بيميز اي انزيم انه ينتهي بايش؟ بكلمه از، تمام؟ فانتج لي الدوبامين. هلا بعض النيرفز راح يتوقف تصنيع فيها لعند الدوبامين لانها تستعمل النيورو ترانزميتر دوبامين، لكن احنا حاليا بدنا ايش؟ بدنا النوربينفرين. فشو راح يصير؟ راح هذا البوست سينابتيك جانجليونيك فايبر، البوست جانجليونيك فايبر عفوا سيمباثيتك فايبر، في ايضا انزيم اسمه او انزيم اسمه دوبامين بيتا هيدروكسيليز، راح يضيف ايش؟ اسمه دوبامين لانه حيشتغل على الدوبامين، راح يضيف هيدروكسيل جروب، هيو هون ضاف هيدروكسيل جروب على شو؟ على البيتا كاربون، تمام؟ فنتج عندي النور ابنفرين، نتج عندي ايش؟ النور ابنفرين. هلا انت هون خلص في ال في السمباثيتك هذا فايبر اللي البوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبر، انا بدي استعمل النيورو ترانسميتر هذا النوربينفرين، فوقف التصنيع لهون. لكن في الادرينال ميدلا حكينا 80% من انتاج ادرينالين و20% نور ادرينالين، شو معنى هذا الحكي؟ معناته لازم يكون عندها في انزيم بيحول النور ادرينالين او النور ابنفرين الى ابنفرين. ايش اسمه؟ اسمه فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيرز، اسمه طويل ما في داعي تحفظه، لكن الفكره انه بيضيف ميثايل جروب على الان اتش هاي، بياخذها من الفينايل انالين بضيفها على الان اتش فبنتج لي الابنفرين. هلا في طرق جانبيه صراحه ما مش راح اتطرق واشرحها، لكن انت احفظ الكومن باث واي اللي بتصنع من خلاله الدوبامين النوربينفرين والابنفرين. شو اللي بدي احكي او شو اللي بهمك تعرفه من هذا المخطط؟ هاي الستيب، اول ستيب وهي اهم ستيب، اللي هو تحول التايروسين الى دوبا باي تايروسين هيدروكسيليز. ليش؟ لانه هاي بسموها الريت ليميتنج ستيب. شو يعني ريت ليميتنج ستيب؟ يعني هاي الستيب اللي بستطيع من خلالها اني اوقف تصنيع ايش؟ اللي بستطيع من خلالها اني اوقف تصنيع الكاتيكولامينز الثلاثه هذول. يعني اذا انا عملت بلوك على هاي الستيب راح اوقف تصنيع الدوبامين، راح اوقف، الله اكبر الله اكبر، العزه لله ورسوله المؤمنين، الله اكبر. اذا وقفت هاي الريت ليميتنج ستيب، اذا عملت بلوك هون راح اوقف تصنيع الدوبامين بلس النوربينفرين بلس الابنفرين، تمام؟ فهاي الريت ليميتنج ستيب، يعني اذا انت بدك تسكر الباث واي كله راح اجي عند ايش؟ عند الستيب هاي واعملها بلوك. اذا هاي الستيب اهم ستيب تعرفها، انه التايروسين هيدروكسيليز بحول التايروسين الى دوبا، وهي الريت ليميتنج ستيب في الباث واي تاع السينثيسيس اوف كاتيكولامينز. خلينا نرجع هون ونقرا
انه السينثيسيس بيتم من خلال التيروسين هيدروكسيليز اللي بيحول ايش بسرعه تيروسين الى دوبا، وهو الريت ليميتنج انزيم. هذا الريت ليميتنج انزيم في السينثيسيس مش بس تاع النور ادرينالين، في السينثيسيس تاع كل الكاتيكولامينز اللي هي الدوبامين والنورابينفرين والابينفرين، اند از سبجكتد تو اند برودكت انهيبيشن باي فري نور ادرينالين ان سايتوبلازم. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه النور ادرينالين بس يتصنع بكميات عاليه يرتفع مستواه جوا الخلية. احنا حاليا وين؟ احنا حاليا جوا الاكزون تيرمينال. ارتفع مستوى النور ادرينالين، ايش راح يسوي؟ النور ادرينالين راح يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على التايروسين هيدروكسيليز، وبالتالي راح يقلل تصنيع ايش؟ راح يقلل تصنيع نفسه بنفسه. يعني بس يعلى تصنيعه جوا الخلية بيرتفع، بيعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على التايروسين هيدروكسيليز، وبالتالي راح يقلل تصنيع الدوبامين والنور ابينفرين. تمام؟ ايضا شو بيحكي لك السلايد؟ بيقول لك انه السينثيسيس اوف كاتيكولامينز از بلوكد باي دواء اسمه ميتيروسين. تمام، الميتيروسين اللي هو هي الدواء هذا وين بيشتغل؟ الميتيروسين بيشتغل عند التايروسين هيدروكسيليز، بيعمل انهيبيشن لايش؟ بيعمل انهيبيشن للتايروسين هيدروكسيليز، وبالتالي بيحول التايروسين للدوبا. حكينا في المحاضره الاولى عن السينثيسيس تاع الاستايل كولين، وحكينا كيف انه والله في عندي ادويه ممكن تشتغل على السينثيسيس، في عندي ادويه ممكن تشتغل على الستورج، في عندي ادويه ممكن تشتغل على ايش؟ على الريليز، في عندي أدوية ممكن تشتغل، وهكذا. تمام، نفس الاشي هون برجع اشرح لك انه حكينا is subjected to end product inhibition by free noradrenaline in cytoplasm من خلال negative feedback mechanism. حكينا انه في الادرينال ميدلا النور ادرينالين بتحول الادرينالين عن طريق هذا الانزيم. ليش حكينا؟ انه طالما انا في النور الادرينال ميدلا اغلب ما تفرزه هو ادرينالين، معناته لازم يكون في عندي انزيم يحول لي النور ادرينالين اللي بتصنع في الادرينال ميدلا الى ادرينالين. طيب السينثيسيس حكينا از بلوكد باي ايش؟ ميتروسين اللي هو انهبيتس التايروسين هيدروكسيليز اكتيفيتي. تمام، الجرانيولر ستورج اوف نور ادرينالين نفس الشيء، يعني طالما في عندي دواء بيشتغل على السينثيسيس. طبعا خلنا نرجع نوضح انه مثلا النور ابينفرين بتصنع نفس الاشي، بعد ما يتصنع شو راح يصير له؟ النور ابينفرين راح يصير له ستوريج جوا جرانيولز، بحيث انه ما يصير له ديجراديشن. راح يصير له ستوريج جوا جرانيولز بحيث انه ما يصير له ديجراديشن بالانزيمز الموجوده جوا السيتوبلازم. تمام، ما عشان ما يصير له ديجراديشن بالانزيمز الموجوده جوا السيتوبلازم، بالتالي لازم احفظه جوا جرانيولز. طيب اذا انا في عندي جرانيولر ستورج اوف نور ادرينالين، اذا انا بدي اعمل اقلل تصنيع النور ادرينالين، ممكن ما اشتغل على خطوه السينثيسيس، ممكن اشتغل على خطوه الستورج. تمام، اعمل بلوك للستورج، معناته ايش راح يصير؟ عن طريق دوايين، واحد اسمه ريزيربين والثاني اسمه تترابينازين، اللي راح يصير انه عادي راح يتصنع النور ابينفرين، اللي راح يصير انه النور ابينفرين راح يتصنع، ولكن ايش اللي راح يصير؟ ما راح يتخزن جوا هالجرانيولز هاي، وبالتالي راح يتدمر باي انزيمز الموجوده في السيتوبلازم. ومعنى الحكي هذا ايش؟ معناه انه كانك يا ابو زيد ما غزيت. تمام، معناته تصنع وتدمر، ما استفدنا من هذا الانزيم. تمام، ما استفدنا من هذا النيورو ترانسميتر عفوا. طيب خلينا نوقف التسجيل مشان الصلاه ونرجع. طيب نستكمل اللي بلشنا فيه. طيب حكينا ايش في عندنا؟ في عندنا معناته صفة في دواء ممكن يشتغل على ايش؟ السينثيسيس اللي هو ميتايروسين، في دواء ممكن يشتغل على الستورج اللي هو ريزيربين وتترابينازين، وفي عندنا دواء ممكن يشتغل على ايش؟ على الريليز. تمام، في عندنا دواء ممكن يشتغل على الريليز. طيب هلا الريليز اوف نور ادرينالين حكينا، يعني انت مثلا هاي البوست جانجليونيك سمباثيتك فايبر، وهي النور ادرينالين موجود جوا جرانيولز. هاي النور ادرينالين اللي هو الدوتس، هاي النقاط موجود جوا جرانيولز. تمام، موجود جوا جرانيولز، وهي التشو اللي انت بدك تعطي افكت عليه، هاي التشو اللي انت بدك تعطي افكت عليه، والنيورو ترانسميتر بده ينتقل من هون لهون. كيف بده يصير ريليز النيورو ترانسميتر؟ باي اكزوسايتوسيس. عارفين كنا شو هي الاكزوسايتوسيس؟ اذا وصل النيرف امبلس لهون
راح يصير اكزوسايتوسيس، لان نور ادرينالين يطلع ويشتغل على الريسبتور تاعه. طب كيف ممكن امنعه؟ عن طريق دوائين، تمام، واحد اسمه بريتيليوم والثاني اسمه جوانيثيدين. تمام، جوانيثيدين، هذول الادويه ممكن يمنعوا لي البروسيس اوف اكزوسايتوسيس. يعني انت تخيل، حط الباثوي في بالك، في عندي دواء بيشتغل على السينثيسيس اللي هو ميثايروسين، في عندي دواء بيشتغل على الستورج اللي هو ريزيربين وتترابينازين، في عندي دواء بيشتغل على اكزوسايتوسيس. يعني انا ممكن اعمل بلوك للباثوي هذا باكثر من طريقه، تمام، باكثر من طريقة. أو في طريقة تانية بصير فيها الريليز اوف نور ادرينالين، اللي هي displacement from storage granules by indirect acting sympathomimetics. تمام، يعني في sympathomimetic، يعني هو drug بيجي بيشتغل بعطيني sympathetic effect، يعني بيجي بيشتغل على الريسبتور بحيث يحفز لي sympathetic system. تمام، بحيث يحفز لي sympathetic system زي الامفيتامين. تمام، هذا الامفيتامين بيشتغل indirectly. تمام، بيشتغل indirectly، يعني ما بيشتغل على نفس الريسبتورز اللي بيشتغل عليها النور ادرينالين، لكن بيجي كيف بيحفز لك ال sympathetic system؟ بيجي بيشتغل، بيجي شو بيسوي؟ بيعمل displacement للنور ادرينالين من الجرانيولز هاي اللي متخزن فيها، بحيث يطلع ويعطيني الافكت. تمام، بحيث يطلع ويعطيني الافكت عن طريق ايش حكينا اسمه؟ اسمه اندايركت اكتنج سيمباثوميميتك. طيب، فالامفيتامين هو عباره عن سيمباثوميميتك. تمام، طيب تيرمينيشن اوف اكشن اوف ريليز نور ادرينالين، النور ادرينالين طلع واجى ارتبط على الريسبتور هان. تمام، طب انا بدي انهي ايش؟ بدي انهي البروسيس هاي، يعني انا ما بدي يضل النور ادرينالين شغال 24 ساعه، اكيد معناته ايش؟ راح ينتهي. كيف راح تنتهي؟ يا اما راح يصير له ري ابتيك بهذا الاتجاه، باتجاه ايش؟ البري جانجليونيك فايبر، يعني راح يصير له ري ابتيك باي سمباثيتك نيرف اندينج. تمام، يعني تقريبا 80% من النور ادرينالين اللي بالسينابتيك كليفت اللي هون الموجود راح يصير له ري ابتيك. تمام، راح يصير له ري ابتيك عن طريق ايش؟ شيء اسمه امين بامب. anyway، هلا الفكره اللي بده اياك تفهمها من هون انه انا 80% من النور ادرينالين بصير له ري ابتيك، يعني بيرجع النيورون اللي طلعه بيرجع يشفطه. تمام، النيورون، يعني هذا النيورون طلعه بيرجع ايش؟ النيورون اللي طلعه، هاي النيورون خلينا نتخيله هون طلعه، وفي عندي امين بامب ترجع تدخله. تمام، بيرجع يشفطه بنسبة 80%. طيب معناته اذا انا بدي المريض هاد بدي ارفع السيمباثيتك افكت عنده، شو ممكن اعمل؟ ممكن اعطيه دواء اللي يمنع لي الري ابتيك هذا تاع النور ادرينالين، بحيث انه ايش؟ بحيث اني ازود النور ادرينالين، بحيث اني ايش؟ بحيث اني ازود النور ادرينالين جوا السينابتيك كليفت ويعطيني مور سيمباثيتك افكت. تمام، يعطيني ايش؟ يعطيني مور سيمباثيتك افكت. اذا فهمنا النقطه اللي انا بدي اياها هون، طالما النور ادرينالين 80% منه برجع بنشفط، اذا انا بدي ازود النور ادرينالين في السينابتيك كليفت هاي بدي اعطي دواء اللي يمنعني ايش؟ اللي يمنعني الري ابتيك تاع النور ادرينالين. هلا this can be inhibited by ايش؟ by بعض الادويه اللي هي مضادات الاكتئاب اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت، او ايضا في دواء يستخدم اللي هو في الانستيزيا في التخدير مسكن الم، يعني هو يعتبر، او مش مسكن الم، يعني بنعطى في حال مثلا انه والله اللهم صل على محمد، مثلا انت بدك تعمل بلوك للانرفيشن في منطقه معينه، وات ايفر، يعني مشان انه والله تشتغل مثلا في هاي المنطقه. المهم زي ايش مثلا؟ زي اللوكال انستيك كوكايين. تمام، زي التراي سايكليك انتي ديبرسنت واللوكال انستيك كوكايين. وبالتالي زي ما حكينا، ايش النقطه اللي انا بهمني من هون؟ بهمني انه انا في عندي ايش؟ في عندي ري ابتيك بنسبة 80%. إذا أنا بدي أمنع الري ابتيك بحيث أزود النور أدرينالين مشان أزود السيمباثيتك افكتس إن ذيس بيشنت، في هذا المريض، شو بدي أعمل؟ بدي أرفع النور أدرينالين عنده، بدي أمنع الري ابتيك، بعطيه تراي سايكليك أنتي ديبرسنت أو مثلا دواء آخر اللي هو زي اللوكال أنستيك كوكايين. تمام، اللي حكينا بتعطيه مثلا تحقنه في منطقة معينة بحيث إنك إيش؟ بحيث إنه والله بدك تعمل مثلا شغل معين في هاي المنطقة على السكن، وبالتالي بتحقنه في هاي المنطقة. طيب في النقطة الثانية غير الري ابتيك، في شيء اسمه انزيم كاتابوليزم. في تو انزيمز مسؤولين عن ايش؟ عن الكاتابوليزم، يعني عن هدم الكاتيكولامينز. تمام، واحد اسمه ايش؟ واحد اسمه ماو، واحد اسمه كومت. تمام، الماو اللي هو مونو امين اوكسيديز، تمام، والكومت ناسي اسمه صراحة، طويل اسمه. المهم
الماو وين موجود؟ موجود في الميتوكوندريا اوف سمباثيتك نيرف اندينج. خلينا نتخيل، خلينا نرسم هون جنبه، او هاي الماو بدون ما اسمه، هاي الاكسون هذا، هاي النيرف تيرمينال، تمام؟ هاي الاكسون هاد وهاي النيرف تيرمينال. هلا بعض النور ادرينالين، هاي انفرز النور ادرينالين، ايش راح يصير له؟ طلع شو بحكي لك قبل ما نكمل، راح يصير له ري ابتيك. التراي سايكليك انتي ديبريسنت اقرا، والكوكايين ايش بيعمل؟ بيمنع الري ابتيك، فراح يزود النور ادرينالين في السينابتيك كليف، معناته راح يشتغل على الريسبتورز الموجوده في البوست سينابتيك، معناته راح يعطيني مور افكت، تمام؟ مور افكت. طيب هلا بعد الادرينالين راح يرجع، تمام؟ راح يرجع زي ما حكينا بالاماين بامب للبري سينابتيك، للبري سينابتيك تيرمينال، تمام؟ للبري سينابتيك نيرف تيرمينال. راح يصير له ديجراديشن، راح ينهدم باي انزيم، هذا الانزيم موجود في الميتوكوندريا اللي موجوده في الاكسون تيرمينال، في السيل ميمبرين اوف ميتوكوندريا الموجوده في الاكسون تيرمينال، هذا اسمه ماو، تمام؟ مونو امين اوكسيديز، تمام؟ ايش اسمه؟ اسمه ماو، مونو امين اوكسيديز، بيعمل ديجراديشن للنور ادرينالين. هو صراحه بيعمل ديجراديشن لكل الكاتيكولامينز، دوبامين، ادرينالين، نور ادرينالين، تمام؟ مش بس النور ادرينالين. اذا هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي هو ايش؟ حكينا الماو موجود في الميتوكوندريا والسمباثيك نيرف اندينج، ايضا موجود في الانتستين والليفر والسي ان اس، يعني وات ايفر، انت الفكره انه تفهم الديجريديشن كيف بيتم، تمام؟ الكومت وين موجود؟ بتصنعه الكومت، بتصنع بالليفر وبنفرز للدم، موجود غالبا في، فبالتالي بده يكون موجود في البلازما، وايضا موجود في السينابسز كليفت، تمام؟ يعني هو الكومت هاد راح تلاقيه وين موجود؟ راح تلاقي الكومت موجود هون، وموجود هون، الكومت موجود في السينابس، موجود في البوست سينابتيك سيل، تمام؟ ايضا بيعمل ديجراديشن من خلال ايش؟ من خلال انه بضيف ميثايل جروب على الكاتيكولامينز، وبالتالي بصير لها ان اكتيفيشن، تمام؟ بصير لها ان اكتيفيشن، فخلص بطلت تعطيني افكت، كان عملها ديجراديشن، تمام؟ كان عملها ديجراديشن. فالكومت موجود حكينا في السينابتيك كليفت، وموجود في البوست سينابتيك سيل. في بعض الصور لو فتحت على النت ايش راح تلاقي كمان؟ راح تلاقي خليه هون، تمام؟ راح تلاقي خليه هون اسمها استروسايت. شو هاي؟ الاستروسايت هي عباره عن ايش؟ عن بارت اوف ذا جلايال سيلز. شو هي الجلايال سيلز؟ خلينا نحكي بشكل عام في البدايه وسريع. الجلايال سيلز هي عباره عن نان نيورونال سيلز، يعني خلايا مش عصبيه، موجوده بجوار النيورونز، بتعمل لها سبورت، دعامه، وبتعطيها النيوتريشن تاعها، تمام؟ يعني مثلا خلينا نفترض انه هدول الخليتين عصبيتين، راح تلاقي جنبهم جلايال سيل، هاي جلايال سيل اللي هي ايش؟ تكون موجوده بجنابهم، بتعمل سبورت لهالخليه، بتعمل سبورت للسينابس هاي، بتعمل سبورت للخليه هاي، بتعطيهم نيوتريشن، تمام؟ هلا الجلايال سيلز انواع، منهم الاستروسايت، تمام؟ منهم الاستروسايت، ايضا في منها الاوليغودندروسايت والساتلايت سيلز وهي الشغلات. anyway، تمام؟ anyway، هاي الاستروسايت تعمل سبورت للسينابس هاد، بحيث انه ايش؟ عندها ايضا انزيم الكومت، تمام؟ فبالتالي تقدر انها ايش تعمل ديجراديشن للنور ابنفرين في حال انه اخذته، تمام؟ تقدر تاخذ النور ابنفرين او النور ادرينالين وايش تعمل له؟ بتعمل له ديجراديشن، تعمل له ديجراديشن. والكومب موجود بس سنابتك، وحكينا في الكليفت ايضا موجود، تمام؟ خلينا نرجع هون. هلا شو اللي بيهمني انا صراحه تعرفه؟ اللي هو الاند برودكت او الاند ميتابولايت من الابنفرين والنور ابنفرين هو ايش؟ فانيلايل مانديليك اسيد. ليش؟ ليش بيهمني هذا؟ هلا طلع كيف هون بيحكي لك انه الابنفرين ممكن مثلا اذا اتخذ بري سينابتيك ممكن يتدمر بماو، تمام؟ وبعدين يتحول بالكومت وينتج لي الاند برودكت اللي هو فينيلايل مانديليك اسيد. الابنفرين ايضا اذا اتخذ على الاستروسايت او اذا اتخذ على البوست سينابتيك سيل ممكن يتدمر بالكومت وينتج لي الميتانفرين، وبعدين هناك راح يلاقي ماو في الميتوكوندريا تاعت السيل الثانيه اللي اخذته وراح تحوله لفينيل فينيلايل مانديليك اسيد. النورابنفرين نفس الشيء، ماو ممكن يتحولوا بعدين بكومت او كومت بعدين ماو، whatever. يعني ما بتهمك هاي التفاصيل صراحه كثير. حتى الدوبامين شايف ماو، حتى الدوبامين ممكن يصير له ميتابوليزم، يعني كل الكاتيكولامينز هذول الانزيمين المسؤولين عن تدميرهم، تمام؟ لكن اللي بيهمني صراحه هو هاد الاند برودكت تاع الديجريديشن اوف نور ابنفرين وابنفرين، و الاند برودكت تاع الديجريديشن اوف دوبامين، تمام؟ اللي هو اسمه هومو فانيليك اسيد. ليش؟
ليش؟ ليش؟ بدك تعرف انهم اكسكريتد ان يورين، لانه في بعض الامراض، هاي النقطه بتفيدك كلينيكالي يعني كطبيب، انه بعض الامراض زي مثلا احنا حكينا الادرينال جلاند، تعال نتخيل انه هاي الادرينال جلاند، تمام؟ هاي الادرينال جلاند مكونه من ايش؟ مكونه من كورتكس، هاي القشره الخارجيه والميدلة، تمام؟ والميدلة هاي الميدلة حكينا شو بتفرز؟ بتفرز نور ادرينالين وادرينالين، تفرز نور ادرينالين وادرينالين، ادرينالين بنسبه 80% ونور ادرينالين بنسبه 20%. في تيومر سرطان يصيب الميدلة اسمه فيوكروموسايتوما. هذا الفيوكروموسايتوما شو اللي بيسوي لي؟ بيزيد لي افراز النور ادرينالين والادرينالين بكميات عاليه. فاحد طرق التشخيص تاعت هذا المرض اني اقيس ايش؟ طالما اقيس الفانيلايل مندليك اسيد في اليورين، حكينا انه احنا طالما انا عندي تيومر صنع لي ايش؟ صنع لي ابينفرين ونور ابينفرين كثير، هذا الابينفرين كثير شو راح يسوي؟ راح يصير ديجراديشن كثير، معناته راح ينتج لي كميات عاليه من ايش؟ من الفينيلايل مانديليك اسيد اللي راح تنزل وين؟ اللي راح تنزل في اليورين، تمام؟ فينيلايل مانديليك اسيد اللي راح تنزل في اليورين. وبالتالي احد طرق تشخيص هذا المرض اني ايش؟ اني اقيس مستويات الفينيلايل مانديليك اسيد في اليورين. هاي النقطه بتفيدك كطبيب، ماشي؟ يعني ليش تفهم انا ليش بدرس هذا الحكي، تمام؟ ليش بدرس هذا الحكي. طيب خلصنا الحكي اللي هون، تمام. خلينا نيجي هلا، حكينا انه النيورو ترانسميتر بده يطلع من الاكزون تيرمينال، بده يشتغل على ايش؟ بده يشتغل على الريسبتور موجود على سطح الخليه اللي قبالها، تمام. هذا الريسبتور في اذا كان حكينا بنحكي احنا بتوين تيشو و بوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبر، ايش بده يكون؟ بيكون ادرينرجيك، يعني يا اما الفا يا اما بيتا. الالفا تقسم الى الفا 1 الفا 2 والبيتا تقسم الى بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. الالفا 1 يقسم الى الفا 1A الفا 1B الفا 1D، الالفا 2 تقسم الى الفا 2A الفا 2B الفا 2C وهكذا. هلا اول ار للترانسدكشن ميكانيزم، كيف يعني بنقل الاشاره لهي الخليه؟ عن طريق شيء اسمه جي بروتين كابلد ريسبتور. هاي النقطه اللي حكيتها لازم تكون دارس المحاضره الاولى او اخر جزء من المحاضره الأولى عشان تفهم اللي انا بدي احكيه هون، تمام؟ عشان تفهم اللي انا بدي احكيه هون. لكن سريعا حكينا الجي بروتين، خلينا نراجع اللي حكيناه في المحاضره الاولى. حكينا هاي الجي بروتين كابلد ريسبتور، تمام؟ برتبط بايش؟ برتبط بجي بروتين اللي هو عباره عن 3 سب يونت، الفا بيتا جاما، تمام؟ الفا بيتا جاما. وحكينا حسب التايب اوف الفا سب يونت يسمى الجي بروتين، فاذا كانت اوف تايب اس بسموه جي اس، اذا كانت اوف تايب اي راح يسموه جي اي، اذا كانت اوف تايب كيو راح يسموه جي كيو. حكينا انه اذا ارتبط اللايجند هان، تمام، وكان الالفا سب يونت اوف تايب اس، شو راح يصير؟ راح ينفصل الالفا سب يونت عن البيتا والجاما، والالفا شو راح تسوي؟ راح تحفز لي راح تحفز لي انزيم الادينايل سايكليز. الادينايل سايكليز هذا او الادينايل سايكليز راح يحفز تصنيع السايكليك اي ام بي من الاي تي بي، والسايكليك اي ام بي يعتبر سكند ماسنجر، وراح يعطيني ايش؟ راح يعتبر سكند ماسنجر وراح يعطيني الافكتس، تمام. فهو ايش راح يعتبر هذا الجي اس؟ راح يعتبر اكسايتاتوري. ايش اكسايتاتوري؟ يعني هذا الريسبتور اكسايتاتوري، راح يعطيني الافكت لانه صنع لي سكند ماسنجر بزياده، فهو اكسايتاتوري، تمام. الفا 2 شو نوع السب يونت فيها؟ الالفا 2 نوع السب يونت فيها الالفا هي اي، وحكينا الاي ايش وظيفتها؟ حكينا اذا كان الجي بروتين اوف تايب اي، ايش اللي راح يصير؟ راح تنفصل الالفا عن البيتا والجاما، والالفا راح تقلل لي تعمل انهيبيشن للادينايل سايكليز، فراح يقلل تصنيع سايكليك اي ام بي سكند ماسنجر، وبالتالي الالفا 2 ريسبتور ايش وظيفته؟ راح تكون غالبا انهيبيتوري، تمام. الانهيبيتوري، تمام. البيتا 1 والبيتا 2 حكينا جي اس، فهو دي يكون ستيميلاتوري. الالفا 1 حكينا اللي هي ايش؟ النوع الجي بروتين جي كيو، وحكينا شو الجي كيو؟ حكينا بكون الالفا سب يونت اوف تايب ايش؟ كيو، اللي راح يصير انه الالفا راح تنفصل عن البيتا والجاما. الجي كيو الالفا عفوا اذا كانت اوف تايب كيو، ايش راح تسوي؟ راح تروح الالفا تنفصل وترتبط في انزيم موجود في السيل ممبرين اسمه فوسفولايبيز، راح يكسر لي المركب اللي هو اسمه بي اي بي 2 الى 2 برودكتس اللي هم داج
و اي بي 3. الداج ايش راح يسوي؟ راح يضل في السلمبرين. الاي بي 3 راح ينزل جوا الخليه، راح ينزل جوا الخليه، راح ينزل الاي بي 3. هي احنا مثلا هي سطح الخليه، الاي بي 3 راح ينزل هون لعند الاندوبلازميك ريتيكولم، راح يلاقي في عندي هون كالسيوم شانل في الاندوبلازميك ريتيكولم حساس للاي بي 3. فلما يوصل الاي بي 3 الكالسيوم شانل راح تفتح، راح يطلع الكالسيوم الاندوبلازميك ريتيكولم وراح يشتغل بطريقه معينه عن طريق بروتين كاينيز وهي الشغلات، ويعمل لي سكندري افكتس المطلوبه من هاي الخليه. تمام؟ اذا اللي بدي اياك تطلع منه انه الالفا 2 غالبا هو انهبيتوري افكت، البيتا 1 والبيتا 2، البيتا 1 والبيتا 2 ايش؟ السيمولاتوري. بنسى وبوطي صوتي وبرد بعلي، ما علينا. طيب هلا هاي الصراحه الشغلات يعني خلينا نشرحها، لكن هي في الغالب يعني اقرب للايش؟ اقرب شوي للحفظ، لكن ممكن تحفظها صراحه شوي. طيب الالفا وين موجود؟ موجود على السموث ماسل بشكل عام، سواء سموث ماسل بلاد فيسل، سموث ماسل اوف فيسيرا. زي مثلا يعني انا ما عندي بس سموث ماسل في البلاد فيسل، الوول تاع البلاد فيسل مثلا، خلينا نتخيل انه هذا بلاد فيسل ماشي، الوول تاعه شو ماله؟ هاي الوول راح يكون في طبقه ماسل، تمام؟ هاي اللي هي سموث ماسل. ففي ريسبتور هون راح يكون اللي هو اوف تايب الفا 1، تمام؟ اوف تايب الفا 1. ايضا مثلا لو نحكي عن اليوريتر اللي نازل من الكدني، ايضا الوول تاعه مثلا خلينا نتخيل هاي سمك الوول، هون في طبقه مصل، هاي المصل شو راح يكون عليها؟ راح يكون عليها ريسبتور اوف تايب الفا 1. وهكذا الكدني، اليوتراس، الرحم مثلا، خلينا نتخيل هاي اليوتراس الرحم، هاي الوول، هاي الاندومتريوم والمايومت مثلا، هاي هون مثلا اندومتريوم، هون المايومتريوم، المايومتريال سيلز راح يكون عليها ريسبتور اوف تايب الفا 1. هلا تحفيز الالفا 1 راح يؤدي لي لايش؟ راح يؤدي لي لكونتراكشن، تمام؟ وبالتالي ايش راح يعمل لي؟ راح يعمل لي فيز كونستريكشن. مثلا اذا كان على بلاد فيسل راح يعمل لي فيز كونستريكشن اوف ارتريولز وفينيولز، تمام؟ وبالتالي ايش مثلا؟ خلينا نتخيل احنا هاي السكن، وراح نفهم حاليا انه ليش بيعمل لي هيك، تمام؟ ايش بيعمل؟ مثلا هاي السكن وهاي البلاد فيسلز اللي في السكن، تمام؟ او ميوكس ميمبرين، يعني ميوكس ميمبرين الموجود جوا الماوث او السكن او وات ايفر، تمام؟ الميوكس ميمبرين الموجود جوا الماوث او السكن بشكل عام. مثلا هاي الارتريز الموجوده هنا او الارتريولز والفينيولز الموجوده هون شو راح يعمل؟ راح يعمل فازو كونستريكشن، تمام؟ راح يعمل فازو كونستريكشن، راح يعمل فازو كونستريكشن of these blood vessels، تمام؟ وبالتالي اذا عمل فازو كونستريكشن ايش راح يصير؟ البلاد فلو في هاي المنطقه راح يقل، وبالتالي اذا اطلعت على السكان راح تلاقيه بالور، تمام؟ وهذا اللي بيصير. والله تيجي تطلع على وجه واحد خايف تحكي له مالك مصفر، تمام؟ This is what happens، انه السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن في الارتريولز والفينيولز اللي موجوده في السكان والميوكس ممبرين، فراح يقل البلاد فلو فراح يصير بالور، تمام؟ على مستوى الفيسيرا مثلا حكينا زي كدني، زي يوريتر، زي يوتراس، ايش راح يسوي؟ السموث ماسل حكيناه هون مثلا، تخيل مثلا والله هذا يوتراس او هذا كدني او وات ايفر، راح يسوي لي ايش؟ فيزو كونستريكشن في الارتري مثلا اللي داخل للكدني، فيزو كونستريكشن في الارتري اللي داخل لليوتراس مثلا. خلينا نتخيل هذا الارتري، اللي داخل للكدني، هذا الارتري اللي داخل لليوتراس، ايش هلا هون بيحكي هو بشكل عام، يعني البلاد فيسلز بشكل عام، سواء بلاد فيسل اوف سكيم اند ميوكوس ميمبرين، بلاد فيسل اوف فيسيرا، بلاد فيسل اوف سكيليتال ماسل، اوف سكيليتال ماسل، تمام؟ يعني هو بيحكي لك بلاد فيسلز اوف سكيم ميوكوس ميمبرين، بلاد فيسلز اوف فيسيرا، وهكذا. شو اللي راح يصير؟ راح يعمل لي ايضا فاز كونستريكشن بالارتري اللي داخل للكدني او بالارتري اللي داخل لليوتراس. ليش؟ شو هدفه من هذا الفازو كونستريكشن؟ انه يعطيني ريسبونس الفايت اور فلايت. هلا احنا حكينا السمباثيتك مسؤول عن ايش؟ عن الفايت اور فلايت ريسبونس، يعني اركض يا ولد، تمام؟ يعني ايش اسمه الريسبونس؟ اسمه اركض يا ولد. هذا الريسبونس شو ماله؟ هذا الريسبونس بشغل العضلات الهيكليه، يعني انت مثلا داخل فايت بدك تهاوش، تمام؟
ايش راح يصير؟ العضلات الهيكليه عندك راح تشتغل، السكيلتال ماسل راح تشتغل. ايش بدها؟ بدها بلاد فلو، تمام؟ انت عشان تقاتل والمسل هاي تبذل جهد بدها بلاد فلو، بدها اوتو سبلاي من خلال البلاد اللي جاييها، تمام؟ شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه انا بدي اعمل فازو كونستريكشن في كل الاماكن اللي مش مهمه في هذا الوقت مشان اعمل ريدايركشن، يعني اعيد توجيه البلاد في الاماكن اللي انا بدي اياها، تمام؟ كيف راح يصير هذا الريدايركشن؟ عن طريق اني اعمل والله فازو كونستريكشن مثلا في البلاد فيسلز اللي في السكن والميوكس ميمبرين، فازو كونستريكشن في البلاد اللي رايح في الارتري اللي رايح للكدني، في الارتري اللي رايح لليوترس، مش وقته، تمام؟ بدي اقلل البلاد، بدي اقلل البلاد فلو عليهم، تمام؟ بدي اقلل البلاد فلو عليهم مشان ازيد البلاد فلو على السكليتال ماسل بلاد فيسل، تمام؟ مشان ازيد البلاد فلو على السكليتال ماسل بلاد فيسل. وبالتالي ايش راح يصير؟ خلينا نتخيل مثلا هاي الهارت، هو شو راح يعمل؟ الهارت بضخ بالأورطة، تمام؟ الهارت بضخ في الأورطة، خلينا نتخيل هذا الأورطة ووزع دم على البريفري، يعني هون خلينا نتخيل هاي البريفري، تمام؟ هاي البريفري وهي الهارت بضخ دم في الأورطة، بعدين صار برانشز وبلا بلا بلا، وصلنا لغاية وين؟ وصلنا لغاية البريفري. شو راح يسوي؟ هلا إذا أنا عملت فازو كونستريكشن في البريفري، الهارت راح يضخ دم ضد ريزيستنس اعلى، تمام؟ يعني لما انت مثلا الانبوب المتضيق المقاومه فيه اعلى من الانبوب الواسع، معناته ايش اللي راح يصير؟ طالما الريزيستنس اعلى معناته انا ايش؟ رفعت ريزيستنس في البريفري، معناته الدم راح يصير ايش؟ يتوجه للمناطق اللي فيها ريزيستنس اقل، اللي هي ايش؟ البلاد فيسلز اوف ذا سكليتال ماسل، يعني بيجي مثلا يروح على البريفرال بلاد فيسلز الموجوده في السكن ميوكس ميمبرين بلاقيها كونستريكتد، طب بدي اروح على الكدني الرينال ارتري على اليوتيراين ارتري وهكذا بلاقيه كله كونستريكتد، فبيحاول يلاقي له مخرج فبيروح على السكليتال ماسل بلاد فيسلز، تمام؟ السكليتال ماسل بلاد فيسلز مشان يعطيها البلاد فلو مشان تأدي لك ريسبونس الفايت، مشان ايش؟ مشان تأدي لك ريسبونس الفايت اور فلايت، تمام؟ مشان تأدي لك ريسبونس الفايت اور فلايت. This is the idea انه ريدايركشن، تمام؟ ريدايركشن من خلال هاي الطريقة. ايضا راح يرفع لك ايش؟ اذا صار كونستريكشن راح يرفع لك السيستميك بلاد بريشر ان جنرال، يعني تحديدا هو كون ذاكر الدايستوليك بلاد بريشر. طيب وين موجود ايضا؟ موجود على الراديال ماسل اوف ذا ايريس والاريكتور بيلورام ماسل. شو هدول؟ خلينا عشان نفهم هلا. سيمباثيتيك ضلك متذكر انه انت بدك ايش؟ بدك الفايت اور فلايت ريسبونس. طلع البيوبل، هاي البيوبل، انت الضوء او الاشعه اللي بتدخل على عينك مشان تعطي الرؤيه بتدخل من ايش؟ من خلال البيوبل. هلا حوالين البيوبل في عضلتين، عضله اسمها راديال ماسل وعضله اسمها سفنكتر ماسل، تمام؟ عضله اسمها راديال ماسل وعضله اسمها سفنكتر ماسل. الراديال ماسل مسؤوله عن ايش؟ عن الدايليشن للبيوبل، والسفنكتر مسل مسؤول عن ايش؟ عن الكونتراكشن اوف ذا بيوبل. الراديال مسل هاي المسؤوله عن، حكينا ال دايليشن اوف ذا بيوبل، عليها ايش؟ راديال مسل هاي عليها ريسبتور اللي هو الفا 1، لما يجي النور ادرينالين ويرتبط عليها شو راح يسوي؟ راح يسوي دايليشن للبيوبل، يعني تطلع البيوبل كيف مثلا هنا constricted بينما هون البيبل dilated. ليش؟ لأنه أنت في حالة الفايت أور فلايت إذا كان البيبل أوسع راح يجيب فيجوال فيلد أكبر، تمام؟ راح يجيب إيش؟ راح يجيب فيجوال فيلد أكبر. شو معنى هذا الحكي؟ معناته راح يكون عندي مدى الرؤية أوسع وأوضح، تمام؟ لأنه فايت أور فلايت بدي مجال رؤية أوضح وأكبر وأعلى، تمام؟ على عكس إذا كان كونستريكتد مجال الرؤية بيكون قليل. وبالتالي تفهم فيهم، طالما سيمباثيتيك شو راح يسوي؟ سيمباثيتيك راح يسوي لي إيش؟ ميدرياسيس، تمام؟ راح يسوي لي ميدرياسيس وليس ميوسيس، يعني توسع في البيوبل، تمام؟ مشان أجيب مدى رؤية اكبر، تمام؟ عشان اجيب مدى رؤيه اكبر، وبضل عليك تحفظ الريسبتور، يعني طالما فهمت هذا بضل عليك تحفظ الريسبتور. طيب الفيسيرا مثلا، خلينا نتخيل هاي البلادر، تمام؟ خلينا نتخيل هاي البلادر، ايش اللي راح يصير؟ البلادر في ريسبتور في الوول وفي ريسبتور في النك. هلا راح نجمع المعلومه لقدام. هاي البلادر، تخيل هاي البلادر وول
وهي البلادر نيك. هلا السمباثيتك هو مسؤول عن قبل ما نحكي هاي النقطه، خلينا نتخيل انا اذا صار عندي يورينيشن ايش بده يصير؟ بده يصير عندي كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في السفنكتر، يعني هون بده يصير كونتراكشن وهون بده يصير ريلاكسيشن، تمام؟ اذا بدي امنع اليورينيشن بده يصير هون ايش؟ ريلاكسيشن في الوول وكونتراكشن في السفنكتر، يعني ما في شيء يضغط اليورين والسفنكتر منقبض بحيث انه ما ينزل يورين، تمام؟ طب السمباثيتك مسؤول عن ايش؟ عن الفايت اور فلايت، وقت تفوت الحمام هلا؟ لا مش وقت افوت الحمام، معناته ايش الافكتس تاعت السمباثيتك بدها تكون؟ بدها تكون contraction of the sphincter وrelaxation of the wall. هلا contraction of the sphincter بنحصله باي ايش؟ انه هاي السفنكتر العضله اللي هون عليها الخلايا تاعتها عليها ريسبتور اللي هو الفا 1 ريسبتور، تمام؟ وبالتالي ايش راح يعمل لك؟ راح يعمل كونتراكشن في البلادر نيك، فراح يعمل لك ديفيكالت يورينيشن، ماشي؟ راح يعمل لك ديفيكالت يورينيشن. ايضا وين موجود؟ يعني بلشنا نحكي الالفا 1 موجود على البلاد فيسلز، بلاد فيسلز اوف سكيم يوكس ميمبرين، بلاد فيسلز اوف فيسيرا، بلاد فيسلز اوف سكريتال ماسل، موجود حكينا على الراديال ماسل اوف ايريس، الاريكتو، البيلورام، طبعا نسيت اشرحها هلا برجع اشرحها. الصور راح اشرحها، وموجود ايضا في اليوتراس، تمام؟ مثلا هاي اليوتراس في عندك اندوميتريوم، هاي طبقة الاندوميتريوم هون، وهون طبقة الميوميتريوم، هاي الميوميتريال سيلز ايش عليها؟ عليها ريسبتور اللي هو الفا 1، تمام؟ هذا ايش بحفز؟ بحفز الكونتراكشن. شو معناته؟ معناته إذا المرأة حامل وفي فيتس انسايد، في بيبي جوا الرحم، هذا خلينا نتخيله طفل مبتسم، شو لازم انا؟ لازم اتجنب الالفا 1 اجونست، انا ما بدي اعمل كونتراكشن في اليوتراس واضيق على الطفل، تمام؟ لانه يعني اذا صار كونتراكشن راح تضيق على الطفل المساحه الموجوده فيها، بلس انه ايش راح يصير؟ راح يقل البلاد فلور رايح من خلال الامبيلايكال ارتري للطفل، ويعني بغض النظر راح يصير هارمفول افكتس على البيبي، وبالتالي تجنب هاي الشغلات، تمام؟ تجنب هاي الشغلات. الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس اللي هو بوصل من الابيديديمس، خلينا نتخيل هاي الابيديديمس الموجوده فوق التستس، هاي التستس في هون الابيديديمس، السبرماتوجينيسيس احنا بنعرف انه بصير اوتسايد البادي، بصير في التستس، بيطلع بعدين من خلال الفاز ديفرنس وبيفتح وين؟ بيفتح على على السيمينال فيسيكل، تمام؟ بيفتح على السيمينال فيسيكلز، بيفتح مع بعض في قناه ثانيه ناسي اسمها صراحه، اني anyway, بيفتحوا مع بعض على قناه ثانيه مشان يعني يصير الايجاكيوليشن. هاي الايجاكيوليشن اللي هي عمليه القذف، مين مسؤول عنها؟ مسؤول عنها السمباثيتك سيستم. هلا شوف احفظ لي هدول، يورينيشن اللي هو هاي معوقه، يورينيشن بلس ديفيكيشن بلس اريكشن الانتصاب مسؤول عنهم مين؟ باراسمباثيتك، بينما الإيجاكيوليشن اللي هو القذف مسؤول عنه سمباثيتك، تمام؟ سمباثيتك. ايضا الفا 1 ريسبتورز موجوده وين؟ بيرجع بحكي لك في السليفري جلاندز، وموجوده في الابوكراين سويت جلاندز، وهي الشغلات، تمام؟ هلا في نقاط اشكاليه حول السويت جلاندز ممكن اشرحها لقدام صراحه في المحاضره الثالثه لما احكي عن الكولينرجيك ترانزميشن، لكن خليها هلا. يعني انت اعرف انه الالفا 1 ريسبتور موجود في السليفر جلاندز والابوكراين سويت جلاندز، تمام؟ عارفين انواع الهولوكراين والابوكراين وهي الشغلات، ما في داعي اتطرق لها واشرح لك شو يعني ابوكراين سويت جلاند، تمام؟ اذا فحكينا يورينيشن ديفيكيشن اريكشن ار باراسمباثيتك، بينما الايجاكيوليشن سمباثيتك، تمام؟ معناته هاي الفاز ديفرنس عليه ريسبتور، ايش هو ريسبتور الفا 1، بيؤدي الى ايش؟ الى نقل السبيرمز باتجاه السيمينال فيسيكلز، مشان ايش؟ مشان يصير الايجاكيوليشن. هلا ايضا هاي انت السكن، هاي طبقه السكن الخارجيه، وهي الهير، شعر طالع من السكن. عند الهير فوليكل تحت في عضله اسمها اريكتور بيلاي ماسل، هاي العضله مسؤوله عن ايش؟ مسؤوله عن انها لما تنقبض الشعر ايدك بوقف زي الصوره هاي، تمام؟ شعر ايدك بوقف زي الصوره هاي. هذا بحدث وين؟ هل انت مثلا طالع والله الدنيا برد، وكلنا صارت معنا انه لما تطلع والجو بارد شو اللي بيصير؟ شعر ايدك بوقف. شو الهدف من هاي؟ انه لما يتحفز لما يصير برد او تشعر بالبرد بتحفز السمباثيتك. سمباثيتك هو جهاز الاسترس، تمام؟ مش جهاز الراحه والرخاء. جهاز الراحه والرخاء هو الباراسمباثيتك، جهاز الاسترس هو السمباثيتك، تمام؟ هذا السمباثيتك راح يتحفز فراح يوقف شعر ايديك. شو اللي راح يصير؟ بحاول
يعني يمسك طبقة من الهواء داخل الشعر. يعني تخيل هنا مثلا هي الشعر، تمام، ماسك هنا، ماسك هون طبقة من الهواء. هاي الطبقة من الهواء تشكل عازل، تمام، كان عازل، بحيث يقلل فقدان الحرارة من الجسم للخارج، يقلل فقدان الحرارة من الجسم للخارج. ليش؟ لأنه مثلا لو أنت مش عامل طبقة عازلة، الهواء اللي راح يجي هون راح يتسخن من جسمك، ياخذ حرارة ويروح، يتسخن ياخذ حرارة ويروح، يجي الهواء اللي بعده. لكن طالما انت حشرت طبقة من الهواء هون، عملتها كطبقة عازلة، الهواء هذا مثلا راح يتسخن، اوكي، لكن بحب الهواء هذا راح يتسخن، تمام، لكن راح تمسكه بين الشعر، بحيث انه ايش، خلص ما يجي شيء ثاني، ما يجي هواء غيره وتسخنه وتفقد طاقة ثانية، تمام. هلا صراحة هاي البروسس هي هيك، هاي البروسس. لكن يعني هل يعني تقتنع انه هاي كافية بحيث انه تقلل فقدان الحرارة من جسمك؟ لا، هاي صراحة البروسس موجودة اكثر في الحيوانات الشعورية، تمام، اللي والله كل جسمهم مغطى بالشعر، بحيث انه تكون هاي البروسس افكتيف عندها. لكن عند الانسان يعني this process is not effective، تمام، لانه يعني كل اللي عايده كم من شعره. طيب الالفا 2، الالفا 2 شو حكينا؟ نرجع نقرا جي اي، جي اي معناته انهبيتوري، فاغلب الافكت تاع الالفا 2 راح يكون انهبيتوري. طيب الالفا 2 مين اللي وين موجوده؟ موجوده بري سينابتيك، يعني مش بوست سينابتيك، هاي بري سينابتيك، بوست سينابتيك راح تلاقيها موجوده هون على البري سينابتيك، بحيث لما يطلع النور ادرينالين بيرجع بيرتبط على الريسبتور على النيرف تيرمينال اللي طلع منه، بيرتبط هون على الريسبتور الموجود على النيرف تيرمينال اللي طلع منه، بحيث يقلل الريليز تاعه، يعني يقلل الافراز نفسه بنفسه. وحد حكيناه في المحاضره الاولى اللي هو ايش، اللي هو الموديوليشن، تمام، اللي هي الموديوليشن. حكينا في عندنا موديوليشن على مستوى الريسبتور، في عندنا موديوليشن على مستوى الجانجليا، في عندنا موديوليشن على مستوى السي ان اس. هذا احد ايش الموديوليشن اللي يحدث على مستوى الريسبتور، تمام. هلا في بعض الاماكن بكون بوست سينابتيك، لكن شو وظيفته؟ انهبيشن، تمام. يعني كيف مثلا بحكي لك والله هاي البرين ستيم اللي هو، وهاي البرين، تمام، هذا البرين وهاي البرين ستيم اللي هون ايش، ميد برين بونز وميدلا ابلونجاتا، تمام. في الميدلا ابلونجاتا في هون سنتر، تمام، في هون سنتر، هذا السنتر اللي اسمه فيزو موتور سنتر، مسؤول عن التحكم في ضغط الدم، تمام. هذا السنتر ايش عليه؟ عليه الفا 2 ريسبتورز، عليه الفا 2 ريسبتورز، تمام. اذا اجيت انت على الفا 2 ريسبتورز هاي وعملت لها اكتيفيشن، وظيفتها انهبيشن، معناته ايش؟ اذا حفزتها راح تعمل لك انهبيشن، وبالتالي هذا الفيزو موتور سنتر شو راح يعمل؟ راح يقلل البلاد بريشر. فتطلع مثلا انه موجود بوست سينابتيك وين؟ في البرين ستيم، تحديدا في الميدلا ابلونجاتا على سنتر اسمه فيزو موتور سنتر، راح يعمل انهبيشن لهذا السنتر، وبالتالي اذا عملت له انهبيشن اللي هو السنتر المسؤول عن التحكم بضغط الدم، ايش راح يسوي؟ راح يقلل البلاد بريشر، راح يقلل البلاد بريشر. هاي النقطه ليش مهمه كلينيكالي؟ لانه ليش هاي النقطه مهمه كلينيكالي؟ لانه في بعض الادويه اللي بتشتغل على تخفيض ضغط الدم هي تعتبر الفا 2 اجونست، تمام، الفا 2 اجونست. يعني اذا انت اعطيت الفا 2 اجونست دواء بيشتغل يعني بحفز الالفا 2، راح ايش؟ راح يقلل ضغط الدم، تمام، راح يقلل ضغط الدم. طيب نيجي نفهم النقطه اللي بعديها اللي هي بنكرياتيك بيتا سيلز، ايش راح يسوي؟ يعني مثلا هاي البنكرياس الاندوكراين بارت، عارفين انه مقسم من سيلز، احد هاي السيلز اللي هي البيتا سيلز، تمام، اللي بتفرز الانسولين. البيتا سيلز عليها ريسبتور اللي هو ايش؟ الفا 2. اذا تفعل هذا الريسبتور وظيفته انهبيشن، معناته راح يقلل لي افراز ايش؟ راح يقلل افراز الانسولين. طيب هاي انت ايش تذكرت انه الالفا 2 بقلل افراز الانسولين لانه وظيفته انهبيتوري. طيب انا بدي اياك تتذكره كمان بطريقتين مختلفات. يعني كيف تتذكر انه الفا 2 بقلل لي الانسولين؟ خلي نتذكر، هلا حكينا احنا انه السيمباثيتك لما يتحفز ايش بيعمل؟ السيمباثيتك لما يتحفز بحاول انه، يعني انا بعطيك طرق مختلفه للحفظ، بس السيمباثيتك لما يتحفز شو بيسوي؟ بده بيرفع البلاد جلوكوز ليفل، تمام. السيمباثيتك لما يتحفز بيرفع البلاد جلوكوز ليفل. طب طالما بده يرفع البلاد جلوكوز ليفل، معناته بده يقلل دخول الجلوكوز على الخلايا، معناته بده يقلل الانسولين، وبالتالي السيمباثيتك لما يتحفز شو اللي راح يصير؟ السيمباثيتك لما يتحفز راح يعلي الجلوكوز في الدم، تمام، راح يعلي الجلوكوز في الدم. السيمباثيتك لما يتحفز
راح يعلي الجلوكوز بالدم من خلال انه يقلل الانسولين، تمام، من خلال انه يقلل الانسولين. مثلا خلينا نفهمها بطريقه ثالثه. مثلا انت تخيل انت يو ار فاستنج، انت صايم، الصيام عباره عن ستريس، الستريس راح يحفز السيمباثيتك. طيب هلا انت خلال النهار مشان ما يصير معك هايبوغلايسيميا، تمام، لازم يضل عندك مستوى جلوكوز في دمك كويس نوعا ما. طيب معناته السيمباثيتك متحفز وبده يحافظ على جلوكوز، مستوى جلوكوز معين في الدم، هل معناته راح يزود الانسولين ولا يقلل الانسولين؟ لا، راح يقلل الانسولين. ليش؟ لانه بده يقلل دخول على الخلايا بحيث يضل عندي مستوى جلوكوز كويس في الدم، حيث انه ما ادخل بهايبوغلايسيميا. تمام؟ تمام. موجود ايضا وين؟ على السيلياري ابيثيليوم. شو السيلياري ابيثيليوم؟ هاي الكوني، هاي الاناتومي بتاعت الاي. الاي مكون من 3 لايرز، اللي هي هاي اسمها سكليرا، الازرق والاحمر اسمها ريتينا، والاصفر اسمها كورويد. تمام. هلا امتداد الكورويد راح يعمل لك شيء اسمه ايش؟ راح يعمل لك شيء اسمه سيلياري بادي. تمام. هيو السيلياري بادي، طلع السهم وين مشير لك، هذا السيلياري بادي. هلا هون في طبقه من السيلز، طبقه خلايا اسمها سيلياري ابيثيليوم. تمام. هاي بتفرز ايش؟ بتفرز الاكيوس هيومر. هلا احنا في عندنا فيتريوس هيومر موجود اللي هو ورا اللينس، والاكيوس هيومر الموجود امام اللينس. هلا راح تفرز الاكيوس هيومر هنا، هذا الاكيوس هيومر راح يمشي في البوستيرير تشامبر، تمام، ويطلع من هنا ويجي على الانتيرير تشامبر ويصير له درينج باي ايش اسمه، كانال اوف شليم. anyway، تمام. anyway، هلا في حالة انه انت مثلا سيلياري ابيثيليوم هذا عليه الفا 2، اذا تفعل هذا الريسبتور، تمام، ايش راح يصير؟ راح يقلل الفورميشن اوف اكيوس هيومر. شو بيهمني هاي النقطة؟ انه مثلا تخيل انت الانترا اوكيولر بريشر في العين مرتفع. ليش؟ لانه مثلا والله الاكيوس هيومر متراكم في العين، تمام، باجي انا بعطي في العين لو دواء لوكال اللي يعمل لي ايش؟ يحفز لي الالفا 2، الفا 2 اجونست، حيث انه يقلل لي افراز الاكيوس هيومر، وبالتالي اقلل السائل اللي هون جوا العين، فيقل ضغط العين، اقلل الانترا اوكيولر بريشر. تمام. هلا ايضا حكينا الالفا 2 موجود في بعض البلاد فيسلز اللي رايحه للسكيليتال ماسل، هاي اللي ممكن تخربطك. تمام. انه هذا بيعمل فازو كونستريكشن في بعض البلاد فيسلز اللي رايحه للسكيليتال ماسل. يعني انت حتفكر انه سيمباثيتك ليش بيعمل فازو كونستريكشن في بعض البلاد فيسلز اللي رايحه للسكيليتال ماسل، المفروض فازو ديليشن. anyway، هاي النقطه بتخربط، لكن انت مثلا اعرف انه في بعض البلاد الالفا 2 راح يعمل لي فازو كونستريكشن على بعض البلاد فيسلز اللي رايحه للسكيليتال ماسل. طيب ايضا شو بيسوي؟ موجود على البليتليت، بيسوي لك اجريجيشن. يعني انت تخيل هذا بلاد فيسل، تمام، هذا البلاد فيسل صار له انجري هون. تمام. حكينا اي ستريس راح يفعل ايش؟ اعتبر هاي الانجري ستريس، راح يفعل السيمباثيتك نيرفس سيستم. السيمباثيتك نيرفس سيستم ايش يتفعل؟ ايش اللي راح يصير؟ انه والله هاي البليتليت، تمام، راح تيجي على سطحها البليتليتس ايش؟ على سطحها الفا 2 ريسبتور. تمام. اذا اجى النور ادرينالين وارتبط، تمام، في هاي الريسبتور، او كان مثلا او ادرينالين ماشي بالدم ارتبط بهاي الريسبتور، لان البليتلتس ماشي بالدم، يعني مش راح يجي انرفيشن للبليتلتس، راح يجي يرتبط فيها. هاي البليتلتس راح تبلش ايش؟ تتجمع 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 وتعمل كلوتان، حيث ايش؟ تمنع المور بليدنج، تمنع المزيد من النزيف. تمام. وبالتالي السيمباثيتك تحفز، فراح يحفز لي ايش؟ البليتلت اجريجيشن في حاله بلاد فيسل انجري. طيب البيتا ريسبتورز، خلينا نحكي عن البيتا ريسبتورز هيك طور، يعني ضايل ثلاث سلايدات ان شاء الله. البيتا ريسبتورز تقسم، حكينا ثلاث انواع، بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. احفظ هاي الجمله، بيتا 1 فور ذا اورجان نمبر 1. مين الاورجان نمبر 1؟ الهارت، اللي لو توقف انت راح تموت. تمام. اللي لو توقف انت راح تموت. الهارت مثلا خلينا نتخيل هاي الهارت، تمام، هاي الهارت، وفي عندي انا فور تشامبرز، وفي عندي الاس اي نود، وفي عندي الاي في نود. تمام. الاس اي نود عباره عن مجموعه خلايا سبيشلايزد سيل بتعمل جنريشن لامبلس. هاي الخلايا على سطحها في عندي ايش؟ في عندي بيتا 1 ريسبتور. هذا الريسبتور اذا جيت فعلته انت، ايش اللي راح يصير؟ راح يصير التالي، انه والله الجنريشن اوف امبلسز راح يزيد، وبالتالي راح يصير الهارت ينبض اسرع، فبالتالي راح يصير عندك تاكي كارديا. ليش؟ لانه زودت الاس اي نود اكتيفيتي. تمام. طيب الاي في نود مسؤوله عن نقل الامبلس من الاتريا للفنتريكلز. تمام. طب وهي ايضا عباره عن مجموعه من الخلايا، هاي الخلايا ايش راح يكون على سطحها؟ ايضا بيتا 1 ريسبتور. هذا الريسبتور اذا فعلته ايش راح يزيد؟ راح يزيد سرعه التوصيل من الاتريا للفنتريكل، معناته ايش؟ راح يصير انقباض اسرع،
وبالتالي تطلع ايضا حفزت الاي في نود، فزاد الكونتراكشن تمام في الاي في نود. ما ايضا الاتريوم نفسه والفنتريكلز، الاتريا والفنتريكلز ايضا هاي الخلايا العضليه تاعت الاتريا والفنتريكلز على سطحها بيتا 1، اذا حفزت راح يزود الكونتراكشن. طيب طلع شو مسوي؟ انا بزود ايش؟ بزود الاس اي نود، زاد 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 الجنريشن اوف امبلسز، فعلت الاي في نود، زاد سرعه توصيل الامبلسز للفنتريكل، حفزت الاتريا والفنتريكلز بحيث انها تنقبض بشكل قوي تمام، بحيث يصير عندي هاي كونتراكتيليتي، يعني تطلع كونتراكتيليتي في اتريا وفنتريكلز بتزيد. اذا زادت الاتريا والفنتريكلز كونتراكتيليتي راح يزيد الستروك فوليوم. شو الستروك فوليوم؟ اللي هي كميه الدم التي تضخ بالنبضه الواحده. طب اذا انا زودت الستروك فوليوم في كل نبضه عم بضخ اكثر، راح يزيد الكارديك اوتبوت كتوتال، اللي هو كميه الدم التي تضخ في الدقيقه الواحده وليس في النبضه الواحده تمام. از ا ريزلت الكارديك وورك والاوتو ديماند راح يزيد. يعني تتخيل الهارت عضله، تخيلوا كعضله، العضله هاي شو مالها؟ عم تنبض اسرع، عم توصل الامبلسز اسرع، عم تنقبض بشكل اقوى. هذا كله اللي عم يصير شو معناته؟ معناته الهارت شغال ببذل مجهود. طب طالما الهارت ببذل مجهود، يعني زاد الكارديك وورك، معناته محتاج الهارت مور اوتو سبلاي، يعني الكورونري ارتريز اللي جاي للهارت لازم تزود البلد سبلاي اللي جاي للهارت تمام. شو استفدت من هاي النقطه انا؟ انت فاهم هذا الحكي، لكن شو استفدت من هاي النقطه تمام؟ اللي استفدته من هاي النقطه انه تخيل انا مثلا هذا الكورونري ارتري، في عندي ايش هنا؟ في عندي اثيروسكليروتيك بليك، في عندي اثيروسكليروسز تمام، في عندي اثيروسكليروسز، يعني في دهن متراكم هون على بلاطه، في دهن متراكم في الكورونري ارتري. هذا واحد قضاها عند ليالي الكرك او عند الفيومي، زنجر وشاورما زي حالاتنا وزيوت ودهن وزبده ونوتيلا وهي الشغلات كلها. شو صار عنده؟ صار عنده اثيروسكليروسيس في الارتري هاد. هلا ايش الفكره؟ او انا شو اللي بدي اياك تفهمه من هاي النقطه؟ انه هذا الهارت خلال الريست شغال بمعدل معين. هذا الهارت خلال الريست شو ماله؟ شغال بمعدل معين، يعني عم ببذل جهد متوسط، البلد اللي جايه عم ببذل جهد متوسط، البلد اللي جايه من خلال الكورونري، البلد اللي جايه من خلال الكورونري ارتري هاد تمام، البلد اللي جايه من خلال الكورونري ارتري هذا قليل لكن مكفي، البلد اللي جايه واللي جايب معه الاوتو قليل لكن مكفي ايش؟ مكفي المجهود اللي ببذله. يعني الهارت ببذل مجهود، الهارت ببذل، ثواني خلنا اوقف التسجيل واجي. طيب خلينا نتابع ونكمل. فشو اللي حكينا فيه؟ اللي حكيناه انه الهارت طالما ببذل مجهود متوسط، طالما الهارت ببذل مجهود متوسط، البلد القليل الجاي من خلال الكورونري ارتري المتضيق لوجود اثيروسكليروسيس مكفيه تمام، مكفيه لانه ببذل مجهود متوسط يعني. لكن في حال مثلا زاد الهارت ريت، زاد الاي في نود كوندكشن، زاد الكونتراكتيليتي، زاد الكارديك اوتبوت، الهارت عم يبذل مجهود زياده، زاد الكاردياك وورد، معناته الهارت بده زياده بلد زياده من خلال الكورونري ارتريز اللي بتغذيه، لكن الكورونري ارتري متضيق لوجود اثيروسكليروسيس كليروسز. شو راح يصير هنا؟ طالما الاوتو اللي الهارت محتاجه تمام، الاوتو اللي الهارت محتاجه لا يتساوى مع اللي جاييه، محتاج اوتو عالي مشان يحرق جلوكوز وينتج طاقه ويشتغل بجهد عالي، لكن البلد اللي جاييني قليل، ايش راح يصير؟ راح يصير ينتج عنه وجع تمام، وجع في الصدر اسمه انجينا. And this is the angina اللي هي imbalance between the O2، هي عبارة عن كلمتين، imbalance between O2 demand يعني والأوتو سبلاي، يعني الأوتو سبلاي اللي جاي للهارت لا يكفي ما يحتاجه تمام، فينتج عنها وجع اسمه angina بسبب حكينا ايش؟ انه هذا الارتري متضيق تمام، بسبب انه هذا الارتري متضيق. طيب شو اللي بدي افهمه من هاي النقطة؟ انه هذا المريض اللي عنده انجينا، انا هدفي اني اقلل له ايش؟ الهارت ريت والكوندكشن والكونتراكتيليتي والكارديك اوتبوت وهي الشغلات، فايش بدي اعطيه؟ بدي اعطيه بيتا بلوكر. معناته الامور بلشت تترتب في راسي، بدي اعطي هذا المريض بيتا بلوكر، ليش؟ عشان اقلل الكارديك وورك. طب ليش بيتا بلوكر؟ لانه البيتا ريسبتور اللي موجود شو بيسوي؟ بزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي بلا بلا بلا، فبزود
للكارديك وورك والاوتو ديماند. فاذا انا بقلل الاوتو ديماند بقلل الكارديك وورك، قللت الجهد اللي بيبذله الهارت معناته قللت الاكسجين اللي بيحتاجه، وبالتالي صار في بالانس بين الاكسجين جاي والاكسجين اللي بيحتاجه. ايضا ايش هلا انت اذا زاد الهارت ريت، هاي النقطه بنشرح هاي النقطه، انه اذا زاد الهارت ريت والكوندكشن والكونتراكتيليتي وهي الشغلات ايش بيصير؟ طالما الهارت شغال سريع و الكارديك الهارت از اكسايتابل، يعني في عندي هاي كارديك اكسايتابيلتي والاوتوماتيسيتي عالي والكوندكتيفيتي عالي عنده، هذا المريض معرض للاريثميا، وبالتالي البيتا بروكر ايضا ممكن يحميني من ايش؟ ممكن يحميني من الاريثميا. خلينا نقرا هي، بقول لك ان بيشنتس وذ كورونري اثيروسكليروسيس، هذول المرضى اللي عندهم حكينا هاي الهارت وهي الكورونري، وهذا الكورونري فيه اثيروسكليروسيس تمام، عامل لي تضيق في البلد اللي داخل لهنا تمام، عامل لي تضيق في البلد داخل هون، بيصير عندهم كارديك اسكيميا، يعني البلد سبلاي اللي جاي للهارت غير كافي، فراح يهدش عنده ايش؟ انجينا. وبالتالي ايش سبب الانجينا؟ حكينا انه في عندي اثيروسكليروسز، وهدول يعني الارتريز اللي فيها اثيروسكليروسز الوول تاعها بيكون سكليروزد، يعني بمعنى طف، يعني شو معنى انه ذا نوت دايليت انف، طف يعني جامد ما بيصير له دايليشن انف، وبوجود برضه اثيروسكليروتيك بليك جوا اللومن، يعني لا الوول بتوسع ولا واللومن ضيق، اضافه لانه اللومن ضيق فالبلاد فلو والاوتو سبلاي لعضله القلب راح يقل. طيب ايضا وين موجود البيتا 1 ريسبتور؟ موجود على شيء اسمه جاكستا جلوميرولر سيلز تمام. هلا مش راح اشرح لك تفاصيل الجاكستا جلوميرولر وين موجوده، لكن اللي بدي اياك تعرفه وتفهمه انه مثلا تخيل هاي الكدني تمام، هاي الكدني، هاي الكدني، وهي الرينال ارتري تمام، هاي الرينال ارتري، في عندي هون اشي اسمه جاكستا جلوميرولر سيلز تمام، هاي سيلز مجموعه من الخلايا موجوده هان اسمها جاكستا جلوميرولر سيلز. هلا اسمها جاكستا جلوميرولر لانها قريبه من الجلوميرولوس تمام، لانها قريبه من الجلوميرولوس تمام. هلا انا راح اشرح شرح مش تفصيلي، يعني مش دقيق، مش راح يكون صحيح 100% تمام، لكن الفكره انه توصل لك المعلومه وتفهم شو اللي بدي اياه. هلا هاي الجاكستا جلوميرولر سيلز بطريقة معينة، بطريقة معينة لما يقل بلاد فلو بالرينال ارتري، لما يقل بلاد فلو بالرينال ارتري بطريقة معينة راح تحس انه البلاد فلو بالرينال ارتري قليل، فراح تنتبه، راح تنتبه ايش؟ انه البلاد فلو في الرينال ارتري قليل، شكله في نزيف في مكان انا مش عارف وين، معناته بدي احافظ على شو؟ معناته بدي احافظ على الدم اللي في الجسم، فايش؟ راح تبلش هاي الجاكستا جلوميرولر سيلز عليها ريسبتور، هذا الريسبتور بيتا 1 بتحفز عن طريق السيمباثيتك، فايش راح يصير؟ بتحفز عن طريق السيمباثيتك او بتحفز عن طريق الادرينالين والنور ادرينالين اللي موجودين في الدم، فايش راح تفرز هاي الجاكستا جلوميرولر سيلز؟ راح تفرز شيء اسمه رينين تمام، راح تفرز شيء اسمه رينين تمام. هذا الرينين شو راح يصير؟ راح يطلع من الكدني بالرينال فين، وين راح يروح؟ راح يروح على الرينال فين، راح يفتح على الانفيريو فينا كافا، تخيل هاي الانفيريو فينا كافا، هاي الرينال فين تمام، هاي الرينال فين وهذا الانفيريور فينا كافا. هلا الليفر بصنع ايش؟ هاي الليفر موجود هون تمام، هاي الليفر بصنع شيء اسمه انجيوتنسينوجين، انجيوتنسينوجين راح يمشي في الهيباتيك فين، وايضا وين يروح؟ راح يروح على الانفيريور فينا كافا، هاي الانجيوتنسينوجين ماشي هون، راح يلتقي الانجيوتنسينوجين والرينين في الانفيريور فينا كافا، فالرينين راح يحول الانجيوتنسينوجين الى ايش؟ الى انجيوتنسين 1. ليش شرحت لك هاي النقطه؟ مشان الدكاتره بتسال سؤال اين يوجد اعلى تركيز للانجيوتنسين 1؟ يوجد في الانفيريور فينا كافا. هاي الانفيريور فينا كافا راح يطلع لوين؟ للرايت اتريام، ومن الرايت اتريام راح ينزل للرايت فينتريكل الدم، والدم راح يطلع محملا بالانجيوتنسين 1 لوين؟ البلمونري ترانك، وينضخ في اللنج. في اللنج في انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتينج انزيم ACE، بحول انجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 عباره عن ايش؟ فيزو باورفول، يعني رهيب، فيزو كونستريكتور. شو راح يسوي؟ راح يسوي فيزو كونستريكشن في الارتريز اللي في الجسم، بحيث انه يحاول يقلل البلد لوس اللي بيصير، لانه فهمت الجاكستا جلوميرولر سيلز بطريقه ما انه البلد فلو اللي جاي علي قليل تمام، البلد فلو اللي جاي علي قليل. في ناس بيحكي لك انه بتفهم من خلال شيء اسمه ستريتش ريسبتورز، بتحس بالستريتش اللي على الوولز، طالما الدم اللي جاي قليل معناته الستريتش قليل، طالما الدم اللي جاي للكدني عالي معناته الستريتش عالي، وهكذا. anyway
بهاي الطريقه بتفرز الانجيوتنسين 2، بتحول بيجي الانجيوتنسين 2 اللي هو فيزو كونستريكتور، وبقلل البلاد سبلاي، عفوا بقلل بيعمل فيزو كونستريكشن في الجسم، في الارترز اللي في الجسم، بحيث انه يقلل البلاد لوس. تمام، فراح يصير هون فيزو كونستريكشن حتى في الرينال ارتري. طب وين على تركيز صفة في الانجيوتنسين 2؟ موجود في اللنج. تمام، لانه في اللنج هناك تحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. طيب خلينا نحكي عن ايش؟ البيتا 2. البيتا 2 وين موجود؟ موجود على السموث مسل. البيتا 2 موجود على السموث مسل، بيؤدي الى ريلاكسيشن. تمام، بيؤدي الى ريلاكسيشن. طيب موجود على السموث مسل تاعت البلاد فيسلز اوف سكليتال مسل. يعني تخيل هذا بلاد فيسل بده يروح لسكليتال مسل، هذا البيتا 2 بتفعل بحيث انه ايش؟ موجود على المسل الموجوده في الوول تاع البلاد فيسل، بتفعل فبيسوي ريلاكسيشن، فبيعمل فيزو دايليشن، ريلاكسيشن فيزو دايليشن، فبيزيد البلاد فلو اللي رايح للسكليتال مسل. تمام، بزيد البلاد فلو اللي رايح للسكليتال مسل. طب طالما بيعمل فيزو دايليشن ايش راح يسوي؟ راح يقلل التوتال بريفرال ريزيستنس، راح يقلل السيستميك بلاد بريشر، راح يقلل يعني تحديدا هو بيحكي لك الدايستوليك بلاد بريشر. طيب وين موجود ايضا؟ موجود في الفيسرا، مثلا في البرونكس. تخيل عندي هاي البرونكس، تمام، هاي الوول، وهون طبقة المسل، الخلية تاعت المسل، خلايا المسل موجود عليها، هاي الخلايا موجود عليها ايش؟ ريسبتور اللي هو بيتا 2. تمام، هذا البيتا 2 شو بيعمل لي؟ بيعمل لي برونكو دايليشن. تمام، ليش؟ لانه في حالة السيمباثيتك نيرفس سيستم الفايت اور فلايت بدك مور اير انتري لللنجز. تمام، مور اكسجينيشن، انت فعال بشكل كويس، وبالتالي لازم يصير برونكو دايليشن مشان ادخل هواء زيادة. طب شو بستفيد من هاي المعلومة كلينيكالي؟ انه مرضى الازمة الربو اللي بكون عندهم فيزو كونستريكشن ممكن اعطيه هم بيتا 2 اجونست بحيث اني اعمل برونكو دايليشن. هذا البرونكو دايليشن ايش راح يسوي لي؟ راح يدخل لي مور يعني يدخل مور اير تو ذا لانجز وريليف السيمبتومز تاعت المريض. طيب ايضا وين موجود؟ موجود في الجي اي تي، موجود حكينا وين؟ في اليورينري بلادر، في الوول اوف ذا يورينري بلادر. طيب حكينا في الوول اوف ذا يورينري بلادر، حكينا في ريسبتور موجود في السفنكتر، وفي ريسبتور موجود في الوول. البيتا 2 وين موجود؟ يعني انت السيمباثيتك طلع كنظام متكامل يعمل، بيجي انرفيشن لهون، انرفيشن لهون، على الريسبتور الموجود على الوول اللي هو البيتا 2 بيعمل ايش؟ بيعمل لي ريلاكسيشن، بحيث هو بده يمنع ايش؟ حيث هو بده يمنع ال بحيث هو بده يمنع ايش؟ بده يمنع الكونتراكشن. بينما مثلا اللي موجود على الريسبتور الموجود على السفنكتريك ماسل بيعمل له كونتراكشن وليس ريلاكسيشن، على الوول بيعمل ريلاكسيشن. ايضا وين موجود؟ موجود في اليوتراس، فبيعمل ريلاكسيشن، موجود في اليوتراس. وبالتالي مثلا ممكن انا والله هاي المايوميتريال سيل عليها بيتا 2، اذا حفزتها راح يصير ريلاكسيشن في اليوترس. تمام، فبالتالي ممكن يعني انتاجونايز الايفكت او البروسيس اوف ليبر. تمام، anyway البيتا 2 ايضا وين موجود؟ موجود في اماكن متفرقه بحيث يعطيك ميتابوليك ايفكتس، لكن هاي الميتابوليك ايفكتس بقول لك بسبب الادرينالين وليس النور ادرينالين. يعني هذا الريسبتور مثلا، هاي الليفر على هاي هيباتو، اعتبر هاي هيباتوسايت. تمام، اعتبر هاي هيباتوسايت، بعرفش ليش طلعت معي السل هيك. المهم، وهي الريسبتور اللي هو بيتا 2. هلا البيتا 2 هاي الموجود على هيباتوسايت ما بيجيها نيرف يعني سيمباثيتك نيرف ومحمل بنور ادرينالين، لا بتحفز من خلال ايش؟ من خلال انه الادرينال ميدلا بتفرز ادرينالين وبيمشي في الدم وبيجي بيرتبط على الهيباتوسايت هاي وبحفز لي الخليه هاي. طيب اذا تحفز شو بده يصير؟ هلا حكينا بدون ما نحفظ ال 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 السيمباثيتك مسؤول انه يتفاعل في حاله الصيام اللي هي الستريس. طيب الصيام بدي احافظ على مستوى جلوكوز ثابت في الدم، معناته ايش بدي؟ بدي اعمل جلايكوجينوليسيس، الجلايكوجين المخزن في الهيباتوسايت بدي اكسره واطلعه ايش؟ اطلع جلوكوز منه للدم، معناته البيتا 2 مسؤول عن ايش؟ الجلايكوجينوليسيس، بالتالي راح يعمل لك هايبر جلايسيميا. ايضا ان جنرال البيتا 2 شو بيزود؟ حكينا السيمباثيتك هو فايت اور فلايت، معناته البيتا 2 بدي يزودك البيزل ميتابوليك ريت، يلا احرق اكثر، انت شغال اكثر، احرق، استخدم اوتو اكثر، وهكذا، فبيزود الميتابوليزم جوا جسمك بنسبه 20%. هاي الزياده
بتاعت الميتابوليزم، راح يصير في ايش؟ والله انت راح تحرق جلوكوز زياده جوا الخليه. هلا بعض الجلوكوز راح ينحرق بوجود او 2، ولكونك بتحرق كثير فبعض الجلوكوز راح ينحرق بعدم وجود او 2، تمام؟ بعدم وجود ايش؟ بعدم وجود او 2. يعني شو راح ينتج؟ لاكتيك اسيد. هذا اللاكتيك اسيد شو راح يعمل لك؟ اسيدوسس، ميتابوليك اسيدوسس. طيب ايضا وين موجود؟ موجود على السكيليتال ماسل. انت ريسبونس اسمه فايت اور فلايت، معناته اي هاف تو انهانس السكيليتال ماسل وورك. وعشان اعمل انهانسمنت للسكيليتال ماسل وورك، في البيتا 2 ريسبتور الموجود على السكيليتال ماسل راح يحسن ايش؟ هذا البيتا 2 الموجود على السكيليتال ماسل راح يحسن البوتاسيوم ابتيك باي ايش؟ باي هاي السكيليتال ماسل، وبالتالي راح يفوت البوتاسيوم مشان تو انهانس السكيليتال ماسل كونتراكشن، واعطي افكت احسن في حاله الفايت اور فلايت. طالما زودت الابتيك معناته راح يقل البوتاسيوم اللي جوا الدم. طالما قل البوتاسيوم اللي جوا الدم، طالما قل البوتاسيوم جوا الدم ايش راح يصير؟ راح يصير هايبوكاليميا في الدم. هلا انت اعرف انه الهايبوكاليميا او الهايبركاليميا راح تؤدي الى ايش؟ الهايبوكاليميا او الهايبركاليميا تؤدي الى كاردييك ارثميا. طيب ايضا وين موجود البيتا 2 ريسبتور على الماسل؟ في حاله الاليرجي انت بتعرف انه الماسل تفرز هيستامين، تمام؟ تفرز هيستامين، والهيستامين هو المسؤول عن السيمتومز بتاعت الاليرجي اللي بنفرز من الماسل. طب في عندي بيتا 2 ريسبتور موجود هون، اذا انا حفزته راح اعمل ستابيلايزيشن للمسل، فراح اقلل الهيستامين ريليز، فراح يصير ايش؟ راح تقل السيمتومز بتاعت الالرجي. طيب البيتا 3 ريسبتورز ايضا وين موجود؟ موجود على الفات سيلز الموجوده في كرشك. خلني اشرحها كيف. خلني نتخيل انه هذا هو الكرش، تمام؟ هذا المكعبل، هذا كرشك، فيه جوا كرشك فات سيلز، تمام؟ هاي سيل وهاي سيل وهاي سيل، وخلني نتخيل هاي سيل كبيره، تمام؟ الفات سيلز هاي شو مخزنه؟ مخزنه اشي اسمه ترايجلسرايد، مخزن دهن. الترايجلسرايد هو عبارة عن ايش؟ خلنا نتخيله برا، خلنا ناخده برا، هو عبارة عن جليسرول مرتبط فيه 3 فاتي اسيدز، مرتبط فيه 3 فاتي اسيدز. هلا هاي الخلية عليها ايش؟ عليها بيتا 3 ريسبتور، هاي الخلية عليها بيتا 3 ريسبتور. لما يجي السيمباثيتك نيرفس سيستم، السيمباثيتك نيرفس سيستم حكينا بده طاقة زيادة، معناته بده يطلع لي فاتي اسيد، فاتي اسيدز من المخزنة في كرشك او في الدهن بشكل عام، بده يطلعها مشان يحرقها وينتج طاقة. معناته ايش بده يسوي؟ بده يسوي لايبوليسيس، بده يحرق الدهن مشان ينتج طاقة. فراح يجي على البيتا 3 ريسبتور الموجود على الفات سيل هاي الموجودة في كرشك او وات ايفر وين موجودة، مشان يحرق الترايجلسرايد، يكسره ويطلع منه الترايجلسرايد، حكينا جليسرول 3 فاتي اسيد، يطلع الفاتي اسيدز الموجودة في السيل هاي للدم وتروح للتيشوز المختلفة مشان تستخدم الفاتي اسيد از سورس اوف انرجي. هيك جدول هذا صراحة فيه شوية مقارنات، يعني هو للحفظ بعد ما تكون قرأت اللي أنا حكيته وفهمته. هيك تكون انتهت محاضرة اليوم إن شاء الله. يعني أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. المحاضرة شوي طولت لكن الفكرة أنك تفهم، يعني أنت لما تسمع الساعة هاي أو الساعة وشوي تطلع فاهم من المحاضرة، مش حافظ، تطلع المحاضرة أصلا في بالك، يعني ما بتحتاج أنك تدرسها بعد هيك، تحتاج فقط تقرأها. فتوتل المحاضرة إذا بتسمع الفيديو، توتل المحاضرة رح تاخذ منك يعني بعد الفيديو هذا نص ساعة إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية.